النهاردة كانت حلقة نقاشية في منتهى الأهمية مع يعني طالبة وطالبات كلية التربية جامعة المنوفية. بس عايز أكد على حاجة مهمة جدا، الشباب عنده وعي كبير جدا بقضايا الوطن، عارف كويس جدا ما يحاك ضد الوطن من مخططات. هي الفكرة أنه النهاردة كانت معظم المطالبات أن فتح المناخ عشان نقدر نتكلم بكل حرية، نقدر نقف مع الوطن بكل أريحية، نقدر نتكلم على السلبيات والإيجابيات. تكلمنا في موضوعات كتير النهاردة بتهم الطلبة الجامعيين، إزاي النهاردة شفنا أن إحنا عندنا كوادر بشرية مطلعة على إنجازات الدولة النهاردة وأهم التحديات اللي بتقوم بيها. أراء ثرية كتيرة جدا خرجنا منها النهاردة بأجندتنا وأجندة عمل هنشتغل عليها الفترة اللي جاية. عبروا عن الجامعات كلها، عبروا عن أسرهم كمان لأن كان عندهم المساحة لده، سعداء جدا أن أصبح في متنفس للشباب يقدروا ان هم يوصلوا بيه تحدياتهم اللي موجودة قدامهم. تم الحقيقة مناقشة مفتوحة، استمعنا لآراء كل الطلاب اللي موجودة، المشاكل بحرية كاملة، والسادة النواب خدوا فكرة كويسة قوي على ان الطالب واتجاهاته ايه وايه المشاكل اللي بيعاني منها، وادوله طبعا كان الهدف منها توعية الشباب اصلا كمان بالوضع القائم في البلد، بالمشروعات القومية اللي موجودة، يعني لازم يبقى عنده توعية وعارف ان الدولة ماشية في طريق التنمية. تنسيق شباب الاحزاب الحقيقة بدأت بقى ببوادر طيبة، وصلت لان الشباب تحدث عن كل ما هو موجود في الواقع بشفافية كاملة، ودي اهم حاجه في الحوار، وبالتالي فالاستماع الى الاخر كان شيء مطلوب. جينا نسمع لآرائهم، قالوا اللي عندهم بخصوص الرؤى اللي بيحصل في البلد، او وقالوا السلبيات اللي هم شايفينها، واحنا اتناقشنا معاهم ووضحنا لهم وجهات النظر اللي موجوده. دي فرصه عظيمه لكل الطلاب والكل، مش الطلاب بس، كل المواطنين اللي بيشوفوا او بيصادفوا الجولات الخاصه بالتنسيقيه الخاصه بالحوار الوطني، ان هم يشاركوا ويوضحوا جميع المشاكل بتاعتهم وجميع الاراء بتاعتهم وجميع المقترحات الخاصه بيهم. خلينا الطلاب كلها تعبر عن رايها قد ايه ان هم دورهم فعال بقدره السيد الرئيس، ان احنا نتكلم عن الحوار الوطني هو محتاج ان احنا كل طوائف الشعب ان هي تشارك فيه.